كيف نصلح؟ ايش نسوي؟ ايش نعمل فيه هذه؟ كانت رزقتنا منه هذا المحل. لم يتمالك نفسه وهو يحدثنا عن معاناته بعد أن دمر مكان عمله. على الفاضي بفتح باب المحل بطلع على ردم، بطلع على قزاز مكسر. كل صباح يأتي إليه علّه يتمكن من رفع الركام والعودة للعمل مجددا، فهو المعيل لأسرته، وعدم توفيره لقوت يومه يعني أنه لن يتمكن من شراء حاجيات منزله الأساسية. فيش ولا حاجة ولا إشي، يعني هو الدخل الوحيد كان بالنسبة لنا المحل، وراح المحل. كان بالنسبة لي، كان بالنسبة لصاحب المحل، كان بالنسبة للعمال، كان لآخره. لقيت الوضع عندنا صار سيء، حتى كان في البداية مثلا سيء 50%، لقيت صار 100% سيء. حاله لا يختلف عن الشاب فادي الصيرفي الذي يعمل في محل لبيع الملابس ودمر لحظة استهداف برج الشروق في مدينة غزة، فهو بات الآن دون عمل ويبحث عن فرصة جديدة ليتمكن من إحضار الطعام لأطفاله. أنا رب أسرة لثلاث أفراد، تمام. فهالوقت بعد ما قصف المحل وتدمر كليا، هالوقت أنا عاطل عن العمل، ما في شغل، يعني لأنه أنا كنت أقتات من وراء المحل هذا. وحسب ما رصد فإن العدوان زاد من عبء الأسر ذات الدخل اليومي وتجاوزها 80%. شريحة العمال هي أكبر شريحة تعاني داخل قطاع غزة، نسبة البطالة تعدت 60%، عدد المتعطلين على العمل تجاوز 250,000 متعطل على العمل، بمعنى أنه أكثر من 250,000 أسرة داخل قطاع غزة محرومة من دخلها اليومي. خلف العدوان آثارا كبيرة على واقع العمال في القطاع، والذين يأملون بإيجاد حلول لهم تخفف من حدة ما تعرضوا له. فقد آلاف الشباب مصدر رزقهم بعد أن دمر الاحتلال المحال والمصانع والمنشآت التي كانوا يعتاشون منها، وباتوا اليوم في حالة يرثى لها. محمد الدعور، الغد، غزة، فلسطين.